بقول لك ايه يا باشا، هو انت عملت برامج يا ناصر قبل كده؟ عملت عملت برامج كتير ما شاء الله، عملت برامج طبعا. لا بس دي مختلف. لا الحلقه دي جميله جدا، مختلفه جديده. ده مختلف يعني حاجه جديده بالنسبه لي. وفي نفس الوقت ما بروح اعمل برنامج، ما بروحش اي قناه كل شويه، بس القناه تقول لي تعمل حلقه او برنامج، ما اعملش. دي شغلي اولى اللي انا اخدم عليكم بتاع. بس لما بتيجي حاجه زي كده طبعا ليه الشرف اللي انا جيت كابتن نادي قناه الاهلي، اللي انا جاي اعمل حاجه زي كده، وكابتن اسلام وكابتن بركات. لا لا وطبعا هنجيب دلوقتي تليفونات، هنعرف مين. نعم هنجيب تليفونات دلوقتي كمان برضه عشان ده حسابك. ملوخيه بقى، بص اهي المكنه دي بقى، بص الملوخيه، بص بس دي بقى اللي خلاف المهم. دي مكنه ملوخيه، انا يعني دي بتاعت لانشون، انا عملتها للملوخيه. يعني مكنه تقطيع الملوخيه، تقطيف اللي هي سكاكين، وبتعمل تك 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 تك، اللي هي زي ماما، صوت الماما بتاع المكنه اهو. ايوه كده اتخرطت الملوخيه وطلعت، والطشه طلعت، والتوم اهو. فين تومك اهو؟ في ثانيه اهو اهو اهي. هو نزل لك الملوخيه على الهواء دلوقتي، حضر معلقتك. بص اتخرطت، يعني انا بخرط الملوخيه وهي اللحمه اهي اهي، والمكرونه الاسباجيتي بتاعتك. ده اسمه السيكو بقى، ايه سيكو ستيك اللي هدوقه لك دلوقتي. ده سيكو سيكو، دي المكرونه اهي بتاعتي. نعمل ملوخيه الاول اهي. تعالى سيد احنا، تعالى نعمل شويه لحمه. قوم بس انت، دي الملوخيه بتاعت الملوخيه. اتفضل يا كابتن سيد. دي اتخرطت اهي، بص بص عامله ازاي الملوخيه. بص حاجه الحمد لله، ده اختراع. ايوه دي اللي هي الملوخيه. تعالى يا كابتن سيد اتفضل اهو. مبوظ لك اي حاجه يا عم ناصر. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. مبوظ لك اي حاجه والله. قلب يا باشا بالصلاه على النبي. خد يا نجم اتفضل. اتفضل يا نجم، شوف هتعمل ايه. قلت لك بقى الشغل بقى، انا بوظهم له. والله اهي. ايوه والصلصه اهي بتاع سيكو ستيك اهي. قلب يا عم سيد بقى بالمره كده، وخليك بقى عفريت. يلا يا عم الصراحه يعني هو اصلا قلب يا عم سيد، وخليك عفريت يا عم. بركات هم بيحبوا الاكل يعني، حتى ما بيعملوا حاجه مع بعض اكل، وانا في الاخر خدام. انا طب استنى بس عشان في حد قال لي يا عم سيد.